طيب تعالى بقى نشوف ايه علاقة ده او الانفورميشن لوستلس ماشين تقدر تقدم لنا ايه كمثال شبيه للحاجة اللي احنا اتفرجنا عليها دي. الانفورميشن لوستلس ماشين هو نوع من الفاينات ستيت ماشينز اللي بمعرفة الانيشال ستيت والفاينال ستيت والاوتبوت سيكونس اللي انت شفتها تقدر تحدد يونيكلي الانبوت سيكونس بتاعك. طب لو عايزين نقارن الكلام ده باللي احنا خدناه المرة اللي فاتت، احنا خدنا المرة اللي فاتت الاوتبوت ميموري ماشين كانت بمعرفة ايه؟ كانت بمعرفة الاوتبوت سيكونس بس. كنت بتقدر تحدد ايه؟ كنت بتقدر تحدد سام ستيت في الستيتس. طبعا تحديد سام ستيتس دي مش مفيدة خالص، فاحنا هنا عايزين نحدد كل الانبوت سيكونس اللي هو كانت داخلي. فعشان اقدر احدد الانبوت سيكونس لازم حاجات تانية تساعدني، فعشان حاجات تانية تساعدني تتوجد فهنا بيبقى عندنا معلومة زيادة اللي هي الانيشال ستيت اللي بادئ منها والفاينل ستيت اللي انت هتنتهي عنها. طبعا معاك الانيشال ومعاك الفاينل ومعاك الاوتبوت سيكونس والماشين نفسها هي انفورميشن لوسلس، هتقدر تكون الانبوت سيكونس. طب تعالى نتكلم بقى شوية يعني ايه انفورميشن لوسلس. لوس يعني فقدان، خلاص. information lossless يعني عدم فقدان الانفورميشن، يعني المعرفة او المعلومة مش هتفقد عندك نتيجة الانكريبشن اللي حصل. فتعال ناخد المثال ده. لو انا اديتك الماشين البسيطة جدا دي اللي هي فيها two states وقلت لك اللي في الاول كانت initial state بتاعتها A والfinal state بتاعتها B والoutput بتاعها اللي انا شفته 0 0، يا ترى تقدر تقول لي الانبوت اللي دخل كان كام؟ فكر كده فيها. الناس اللي هتفكر وهتجرب هتلاقي ان مفيش حل واحد للمسألة دي، بمعنى اللي انا اقدر اوصل من الـ A للـ B ويطلع عندي output 0 0 بطريقتين، ادخلها 0 1 او ادخلها 1 0. لو دخلت لها 0 هتطلع 0 وتروح للـ A، ودخلت للـ A 1 هتطلع 0 وتروح للـ B، او الـ A لو دخلت لها 1 هتطلع 0 وتروح للبي، والبي ادخلها 0 هتطلع 0 وتروح للبي برضو. يبقى كده انا ما اقدرش افك الانكريبشن بتاعتي، او انا اقدر كده ما اقدرش اميز هو اللي كان بيبعت لي كان بيبعت لي 0 1 ولا 1 0. فده معناه ان الماشين دي مش انفورميشن لوسلس، لا الماشين دي اقدر اقول لوسي، يعني بتقدر تلوز او هي بتلوز الانفورميشن ومش بتكيب الانفورميشن اللي انا كنت حاططها فيها. ولو عايزين نبتدي نتكلم على الجنراليزيشن لللوزي ماشينز، هي ماشينز بتكون عندها انيشال ستيت وفاينل ستيت وان بتوين مشت على مجموعه مختلفه من الستيتس، المجموعه المختلفه من الستيتس والاوتبوتس دي، وخدتنا من هنا ووصلتنا من هنا. ممكن يكون صف واحد، ممكن يكون اكتر من parallel pass، المهم المعلومة ما اقدرش اعملها reverse واقدر اوصل للاصل بتاع المسج بتاعتي. طب لو انا عايز اتشيك بقى اشوف الماشين دي information lossless ولا مش information lossless، يا ترى هعمل ايه؟ هتستغرب اللي نفس التول اللي بنستخدمها كل مرة اللي هي testing table والtesting graph، ممكن استخدم variant منها وابتدي اتشيك اللي دي information lossless ولا لا. اللي هعمله هنا اللي انا هنا عندي الاوتبوت، فانا هعمل حاجه شبه اللي عملناها المره اللي فاتت وهعمل تيستنج تيبل بس اللي فيه الاوتبوتس. هنا الاوتبوتس اللي عندي زي ما عملنا قبل كده، قلنا انا الاي هتطلع 0 امتى؟ الاي عمرها ما بتطلع 0. طب هتطلع 1 امتى؟ هتطلع 1 في حاله الاي او سي. فانت لو اي وطلعت 1 يبقى تعرف ان انت محتار بين الاي والسي، وكذلك في كل الحاجات التانية. طب الاختلاف بقى في التستنج تيبل ده عن كل التستنج تيبلز اللي فاتت، اللي احنا هنا مش بنكتب الستة كومباينيشنز، وهقول لك ليه كمان شوية. هنا بنكتب بس الكومباينيشنز اللي طلعت لنا هنا، بمعنى انا هنا طلعت لي AC و AD و BC، هبتدي اكتبهم بالترتيب كده، اقول AC AD BC. ال AC لو طلعت 0 يا ترى هتبقى محتار ما بين مين؟
الـ A والـ C لو طلعت output 0 خلاص مش هبقى محتار في حاجة. ليه؟ عشان هنا اللي الـ A عمرها ما تطلع output 0، الـ C هي اللي بتطلع output 0، فمش هيبقى فيه حيرة. فهنا داش مع AD هتطلع داش، وهنا AC مع داش هتطلع داش. طب الـ AD ايه نظامها؟ الـ A داش مع D مش هتطلع حاجة، والـ A مع D مش هتطلع حاجة، عشان هنا أو هنا حاجة مستحيل تحصل، فبقدر أديترماين الـ state اللي أنا كنت فيه. طيب الـ BC هيبقى أنا محتار ما بين ED خلاص وما بين AE، عشان لو هنا خدت 0 ممكن يكون خدت أنا دلوقتي في الـ E وهي جاية من B، أو أكون في الـ A وهي جاية من C، أو أكون أنا هنا في الـ E اللي هي جاية من الـ B وأكون جاي في الـ D اللي هي جاية من الـ C. أما في حالة الـ 1 الموضوع محسوم فمبقاش فيه حاجة هنا. طيب دلوقتي طلعت لي هنا، ممكن يطلع لي في الحالة دي بيرز ما كانتش فوق ومش موجودة في اللي قبليه، ساعتها بتضيفهم برضو على التيبل بتاعك. فهنا هنضطر نضيف AE و DE، فهنحط الـ AE والـ DE هنا. حط الـ AE برضو وابتدي اعمل فيها نفس الحكاية، وابتدي ايه اعمل الـ states بتاعتك او اعمل الـ transitions بتاعت الـ uncertainty بتاعتك. طيب هنا لقيت ان الـ AB طلعت، والـ AB ما كانتش طلعت قبل كده في ولا واحدة من دي، يبقى انا هضطر احط الـ AB هنا. الـ BC طالع، لا بس الـ BC انا هتعمله handling قبل كده، الـ AB طالع هحطه بعد كده، الـ AC قبل كده اتعمل، فهنا يبقى انا هحط الـ AB. هنحط الـ AB ونشوف الـ AB هيطلع عندي الـ A مع الـ B والـ B مع الـ C هنا، فيبقى هنا طلع لي AB، الـ AB already موجود والـ BC already موجود قبل كده، يبقى انا هقف على كده. خد بالك اللي هنا دول، هنا كان عندي كام ستيت؟ 1 2 3 4 5، 5 C2 يعني 5 في 4 على 2، 5 في 4 ب 20 على 2 في 10، يعني دول كان ممكن يبقى فيه 10 كومباينيشنز. هنا انا ما خدتش منهم غير 6 بس وما خدتش الاربعه التانيين، يا ترى ليه؟ الفكره اللي انت هنا في الانفورميشن لوس ليست تيست اللي بتعمله، اللي بيبقى احنا مغششينك وقايلين لك اللي انت معاك الانيشيال ستيت، فانت لاول مره مش بادئ من انسرتينيتي، انت بادئ من سيرتين ستيت اللي هي الانيشيال ستيت بتاعتك. هو اللي بيحصل معاك اللي انت بادئ من انيشيال ستيت اللي هي اللي انت عارفها، ونتيجه اللي انت مش عارف الانبوت، الاوتبوت بيخلي لك السيرتينيتي تتحول لانسرتينيتي. يعني انت كنت في الاول عارف اللي انت في السي خلاص، لقيت نفسك طلعت زيرو، فانت دلوقتي ما بقتش عارف انت في الاي ولا في الدي، فعشان كده احنا بنبتدي من السيرتينيتي روز بتاعتك اللي هي اي وبي وسي، ونروح للانسرتينيتي، ومن الانسرتينيتي تفضل ماشي في الانسرتينيتيز الثانيه. لو في انسرتينيتي رحت لها بتبتدي تديسكفر. طب افرض ولا كومبينيشنز من الكومبينيشنز اللي انا بروح لها هنا كانت من ضمن الحاجات اللي انا ما خدتهاش، هل هي لازمه اللي انا اعتبرها معايا؟ يعني مثلا واحد من الحاجات اللي احنا مش شايفينها هنا مثلا السي اي، هو ممكن اصلا توصل لمرحله اللي انت بتبقى محتار ما بين السي والاي؟ لا. ليه بقى؟ عشان انت هتكون محتار ما بين واحده من الخمسه دول، ودي هتنقلك لواحده من الحيره الثلاثه دول، والثلاثه دول هيوصلوك لحاجه من السته دول هتبتدي تتحرك فيهم، فانت عمرك ما هتبقى محتار ما بين السي والاي مثلا. فده السبب اللي احنا هنا ما بنحطش العشرة ستيتس هنا، بس بنحط الستيتس اللي احنا حصل لهم ديسكفري او ريتشابل فروم السيرتن ستيتس بتوعنا اللي في الاول. طيب كده عملت الستيتس دي، ايه بقى الشرط اللي بيحدد لي اللي الماشين دي انفورميشن لوسي ولا انفورميشن لوسلس؟ الشرط اللي بيحدد لك الماشين دي انفورميشن لوسلس ولا لا، اللي هي ما فيهاش كومباتبل بيرز اوف ريبيتد انتري. دي كومباتبل بيرز، دي اللي احنا بنتكلم فيها دي اسمها كومباتبل بيرز اوف ريبيتد انتري. معناه ايه؟ يعني ما طلعش مثلا دي دي او اي اي او بي بي، لو طلع لك حاجه زي كده يبقى دي بتعتبر انفورميشن لوس. ليه؟ عشان انت وصلت لستيت الستيت دي متكرره، فانت ما بتكونش عارف انت جاي من دي ولا جاي من دي. يا ترى انا وصلت البي بي، طب البي بي دي مثلا دي البي اللي جايه من الـ من الـ من الستيت دي ولا الستيت الثانيه؟ فلو ظهر عندك ريبيتابل بيرز هنا يبقى ده معناه ان الماشين بتاعتك انفورميشن لوسي، لو ما ظهرش يبقى دي انفورميشن لوسلس، وده معناه ان الماشين اللي قدامنا دي ماشين انفورميشن لوسلس، فاقدر اعتمد عليها
واشتغل بيها في موضوع الانكريبشن. طب تعال نجرب. لو احنا قلنا اللي انا قاعد كده واستقبلت الاوتبوت سيكونس ده، الاوتبوت سيكونس اللي انا شايفه قدامي، يا ترى اقدر ريفرت الماشين دي واجيب الانبوت سيكونس اللي كان بعتهولي واجيبه ازاي؟ خلينا نجرب. احنا هنا معانا التستنج تيبل اللي احنا استعملناه قبل كده، هنبتدي نستعمل الجزء اللي فوق عشان اقدر اشوف الانسرتينيتي اللي هتحصل لي اكروس كل الاوتبوت سيكونس ده. فانا بدأ في الاول من ايه؟ الاي وطلع لي واحد، يبقى انا رحت فين دلوقتي؟ رحت للاي سي. يبقى انا دلوقتي هكتب هنا في الاي سي، الاي سي وطلع لها واحد، الاي سي وطلع لها واحد، يبقى هي برضو هتروح للاي سي. الاي سي وطلع لها زيرو، الاي سي وطلع لها زيرو، يبقى انا هروح لفين؟ للاي دي. الاي دي وطلع لها زيرو تاني، الاي والدي وطلع لها زيرو، يبقى انا اروح لفين؟ للبي سي. البي سي وطلع لها زيرو، البي والسي وطلع لها زيرو، يبقى انا هنا بقيت محتار ما بين الاي والدي والاي. الدنيا باظت بقى دلوقتي، الاي والدي والاي وبعد كده طلع لها 1، اي والدي والاي وطلع لها 1، يبقى انا دلوقتي ما بين الاي والبي والسي. الاي والبي والسي وطلع لها 1، اي بي سي وطلع لها 1، يبقى انا دلوقتي ما بين اي وبي وسي برضه، اي وبي وسي وطلع لها 0، اي وبي وسي وطلع لها 0، يبقى انا اي ودي واي، احط اي ودي اي. ال A و D و E وطلع لها 0، A و D و E وطلع لها 0، يبقى أنا A و B و C، A و B و C وطلع لها 1، A و B و C وطلع لها 1، يبقى A و B و C زي ما هي، A و B و C وطلع لها 0، يبقى A D E، وال A D E طلع لها في الآخر 1، يبقى A B C. طيب أنا كده جبت الـ uncertainties اللي حصلت، أنا مش عايز الـ states، أنا عايز اقدر اطلع الانبوت سيكونس اللي عندي. يا ترى اعمل ايه دلوقتي؟ انا دلوقتي استغليت المعلومه بتاعه اللي ده انفورميشن لوسلس، فبنيت الجدول ده، واستغليت المعلومه بتاعه الاوتبوت سيكونس، واستغليت المعلومه بتاعه الانيشال ستيت. ايه المعلومه اللي لسه ما استغليتهاش لحد دلوقتي؟ المعلومه اللي لسه ما استغليتهاش لحد دلوقتي هي الفاينل ستيت. يبقى دلوقتي هنبتدي نستخدم الفاينل ستيتس عشان اقدر ارجع بقى بظهري وابتدي اشوف الانبوت سيكونس كان شغال ازاي.